الامتحان كان كويس، بس هو طويل شويه وكان فيه شويه تكات بقى كويسه، بس هو في مستوى الطالب المتوسط، بس كان محتاج كتابه كتير، بس في الاغلب هو كويس بالنسبه لامتحانات كتير. يعني فلسفه كانت المنطق وحش شويه، تاريخ كويس بس طويل، يعني طويل طويل وكتير بس كان سهل وكويس في مستوى الطالب المتوسط. الامتحان كان صعب جدا، وفي مستوى الطالب اللي هو الامتحان عايز اكتر من 3 ساعات ده اولا، ثانيا كان في 4 مقارنات وكله عايز اسباب واطراف ونتائج وطويل جدا، يعني كان متجاوز الحد، يعني المفروض يكون اكبر. وفي اسئله لفه يعني مش جايه، يعني وما فيش عن الحضاره الاسلاميه خالص، يعني اللي هو حاجات قليله وما فيش لو واحده في اختار بس. في جزئيات بسيطه هي، بس في صعبه يعني، بس الامتحان كويس احسن من الامتحانات اللي قبل كده. الفلسفه ما كانتش حلوه خالص اساسا، المنطق كان زباله.